من حمد وزايا ألف صلاة على النبي، ألف صلاة على النبي إمام الكتاب والتنزيل، خير الكلام ما قل ودل والغنانا كلامنا بمعرفة، لكن بمعرفة ودليل. خلى دموعي تصب والتاني جرحي من الاصحاب، ما لقيت فيهم سليم القلب والتالت جرحي من الزمن، شيلني الهموم والغلب ورابع جرحي على مالي راح راح بالهوى، لا تجيب ولا تلعب، وخامس جرحي من النسى، خامس جرحي من النساء، اضمن فعلهم والكيد ولا عاد يفيد الندم يا واد، ولا عاد يفيد الطيب. بقول ده نبي يا خمس جروح لا لهم علاج ولا طب، أول جرحي من القرايب خلى دموعي تصب، وتاني جرحي من الأصحاب ما لقيت فيهم سليم القلب، وتالت جرحي من الزمن مالي راح في الهوى، لا في قلب ولا في العب، وخامس جرحي من النساء، ده خامس جرحي من النساء، من فعلهم والكيد ولا عاد يفيد الندم يا واد، ولا عاد يفيد الطيب.
كذاب يا الود آمن لي صف النساء يا كذاب. يا ما ناس تقول أنا وأنا وتنزع كلام كذاب بدي زلت سبع الليالي وخلته كذيب كذاب. ما أقول كذاب ومليون كذاب يا اللي كذاب. يا ما ناس تقول انا وانا وتمزح كلام كذاب بذلت سبع الليالي وخلته كذيب كذاب. اسمع نصيحة وانا قلت ده مليون مرة راجل يحرر مرة كله البعيد كذاب. يعني الأصيلة أصيلة من بيتي نقي الأصيلة من كلماتي سكتها تخشى الملامة وببنها عالشر سكتها. أنا بقول نقي الأصيلة من كلماتي سكتها تخشى الملامة وببنها عالشر سكتها وحاسب من الردية واوعى طريق سكتها. أصل الأصيلة على العيشة بتتسايس أما الردية غالبها الطبع ما تتسايس زي البحيلة في النجاس بتوجع السايس تدوس على السايس وتاخد اللي في سكين. اسمع للحريم خليك حكيم وحسبها احسن تجرب للغلط ما تعرفش عواقبها. هما كده طبعهم الحق يتعبها ياللي بتسمع للحريم خليك حكيم واحسبها احسن تجرك للغلط ما تعرفش عواقبها. وما كده طبعهم الحق يتعبها وصحان غولي يا ولد وخلف نبي وابن بلد ده في حرمة تخرج بلد وتبعد على تاب.
الصحة كانت قوية واللقمة الحلوة سنداني. بقولت أنا روي كنتي وكنتي وكانت العافية سنداني والصحة كانت قوية واللقمة الحلوة سنداني والجبنة الجد كان ملان وورايا عزوة سنداني. من الكبر كله عبر طحن الجسد فيا واقف على رجليا لكن عصايا يا سنداني. علني يقول للطبيب امتى اطيب وامشي. بقول علني يقول للطبيب امتى اطيب وامشي وقف على القدم زي زمان وامشي ده انا اللي كنت شملول وكلمتي في الحاجة تمشي. بقول علي لكل الطبيب انت طيب وامشي. وقف على القدم زي زمان دنا قف على القدم زي زمان وامشي دنا كنت شملول وكلمتي في الحديد تمشي. خبرني يا طبيب خبرني يا طبيب اللي جرى وقضى الحمد لله على اللي حصل وقدر وما دام ده فعل القدر فعل القدر. ضيعت عشمي ليه مكان العشم باقي ضيعت عشمي ليه يا صاحبي مكان العشم باقي. ايه اللي جانيته ما عدتش عليك باقي سقتني كاس المرار ولا عدش في باقي.
جايت من كاس المر سقتني كاس المر ولا بقاش فيه باقي اللي بنيته انهدم اللي بنيته انهدم وراح بالهوى والريح وبقيت لما الجريح والجرح فيه باقي يا ابو بخت مايل وبيدك تروح عليك ونهرب من المقدر فين اللي انت تبع الجبين لازم تشوف العين بقول يا ابو بخت مايل تروح على البيت مقدر ومكتوب ونهرب من المقدر فين اللي انكتب على الجبين لازم تشوف العين اوعى تقول بالشطارة انا هشتري لي حظ الدنيا هي كده فيها الشقي وفيها سعيد الحظ ما تزعلش عاللي راح وتقول عكسني الحظ لو الحظ يدي لحظة ما تعرفش جات من فين